مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر اليوم من مدينة الدار البيضاء. وكنتواجدوا بواحد من اهم شوارع هذه المدينة هذه، لكن ما كنشوفوا مشهد غريب. الناس ما كيشوفوش، يشوفوا الطريق باش يقطعوا، دابا هادشي ما تيشوفش. يلا كيفاش غيدير هادشي ما تيشوفش؟ خصو يقطع باش يمشي لخدمته. يلا هاد السيد بصير ما تيشوفش، خصو يقطع بهاد الطريقة، واحد اخر يقطع بهاد الطريقة. فعلا هاد عيالات، شوفوا على رويها، شوفوا فعلا حشومة. وعبارة ان يكون الشارع مهم بحال هذا في مدينة الدار البيضاء وقطعوا بهذه الطريقه هذه، حسوا على انه يكون هادشي كامل مسدود بالحديد وما كاينش عند باساج اللي يقدر يمشي من الواحد ولا يقطع منه هذا الطريق. هذا عيب وعار، وزعما مشهد غير مقبول وغريب انه مدير الدار البيضاء باقي ملي كتشوف واحد بسيط كيقطع الشانطي وهاد الجزيره واحد البلاصه هو ما تيشوفش وكيقطع بطريقه ماشي هذيك. فهادشي راه صعيب، وهنا نداء موجه اكيد للسلطات المعنيه انهم لازم نفكروا في مثل هذه الامور هذه ملي نكونوا كنحطوا هاد المخططات او هاد لي بلون هادو. ها انت شفتي لا اللي ما يقدرش يدير هاد الحركه باش ينقص، شنو خصو يدير باش يقطع الديبا الاخر؟ مع انه على طول هاد المسار هذا ما كاينش ممر اللي يقدروا يدوزوا منه. نفس المشكل اللي كيعانوا منه مجموعه من الناس. ها انتم كتشوفوا فعلا صعيبه وصعيبه بزاف. اللي غادي يقطع كيدير هاد الطريق هذه باش يقدر خويا كاين اخويا. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك. نشوفوا كاين مشكل كبير والناس كيقطعوا بطريقه صعيبه وصعيبه بزاف. شوفوا شوفوا عباد الله الناس كيفاش كتقطع في قلب مدينه الدار البيضاء. شوف اللي بغى يقطع كيقطع بهذه الطريقه، يعني حاجه اللي ما كتقدرش تتقبلها ولا 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 توقعها في مدينه الدار البيضاء. عيب وعار خصوصا ان نكونوا في مدينه الدار البيضاء ونقطعوا بهذه الطريقه هذه. بنت راس المراه، الناس اللي يقدروا يكونوا ما يعرفوش انهم يديروا هذه الحركه كيولي مجبر باش يقطع، خصو يهز رجليه وينقص حديده. مشهد غريب صراحه. راجل كبير في السن، يلا هو قطع الشانطي، منين غادي يقطع؟ يلا هانت شوف، شوف، شوف ما عيب وعار أنه يكون مثل ابن الشهيد في مدينة الدار البيضاء، غير مقبول بتاتا، على طول الطريق هادي ما كاينش ممر للراجل. اللي باغي يمشي شي بلاصه كيولي غادي يطلع كامل الصعوبات الطريقه هادي باش يقدر يمشي الاغراض ديالو. هذا غير مقبوله بتاتا وما يمكنلكش توقع. شوف شوف راسي كبير في العمر، قد باكي خصو يقطع بهاد الطريقة هادي باش يمشي. مرا مرا عجيب، عيب هاد مرا ملقاش من تحت هاد. شوف شنو هاد الحالة هادي، فعلا هذا نداء موجه أكيد للسلطات المعنية أن هاد الأمور هادي مخصص تكون، أنا صعيب وصعيب بزاف. نشوفك شوف ديجا اش كيدير، كيقطع الطريق. شوف واقع انا كنت في مدينة الدار البيضاء وباقي كنقطعو بهاد الطريق، مكاينش باساج مكاينش. هنا راه كنتولدو في مركز المدينة، يعني في بلاصة لي ما
متفق معك سمير اختي، متفق معك، ولكن هنا راه خصنا نلقاو باساج بيتون يكون قريب، راه ميمكنش تمشي هاد الطريق كاملة وانت باغي تمشي هنا. مشاهدينا الكرام نتلاقاو في خير، السلام عليكم.